الشغل اونلاين، اونلاين بالشغل الاساسي، هنعرف ازاي نشتغل اونلاين وايه هو الشغل اونلاين. ازي حضرتك يا استاذه امنيه؟ ازي حضرتك؟ تمام طبعا، حضرتك غني عن التعريف اكيد طبعا. شكرا، تسلمي. بس حابين حضرتك تعرفي نفسك للجمهور اكتر. انا اسمي امنيه، صاحبه بيج سندريلا ستور. الصفحه عباره عن ملابس اطفال، ملابس حريمي، ملابس خروج كده يعني. لقيتي نفسك في الشغل ده؟ يعني بادئه من بدري قوي. يعني هي والدتي ربنا يديها الصحه يا رب ويخليها لنا، هي اصلا شغاله فيه بقالها 20 اكتر من 20 سنه، يعني نعتبرها وراثه. فهي بدات معاها من وانا صغيره، من وانا في ثانوي تقريبا، وبدات انزل معاها وافهم الدنيا وادخل واحده واحده، امسك يعني منتج معين اتعلم فيه شويه وكده، لحد بقى ما بدات ان هي جنب، يعني جنب المحل بتاعها، ان انا اعمل بقى ليا انا حاجه تبقى اونلاين، وانا يعني اعزل نفسي عنها شويه شويه. هي طبعا اكيد هي اللي بس هي الاساس. لا، وهي طبعا بتفهمني وكل حاجه بصراحه، وعلى طول في ظهري، وهي على طول بتشجعني وبتعرفني، يعني معرفاني، يعني ربنا يخليها لي يا رب. الشغل كله منها. هي بعد كده سابته كله بصراحه. هي بعد كده سابته لي كله. تمام. الحمد لله. استاذه امنيه، كنت عايزه اسال حضرتك سؤال. دلوقتي الشغل الاونلاين بدا عليه تفاعل، وخصوصا احنا في ظل ازمه كورونا. بالتاكيد فرق يعني عن الاول، يعني كانت فرصه كمان احسن ان انت تثبتي للناس ان مش كل الشغل الاونلاين، خصوصا ان في ناس كتير جدا بتخاف منه. ان انت بداتي تثبتي نفسك، الناس طبعا مش عايز تنزل، مش عايز تختلط بحاجه، بس في نفس الوقت خصوصا اللي عندهم اطفال، لا هم مضطرين ان هم يشتروا. فانت بداتي تطمني العملاء بتوعك، في ناس كانت اوريدي هي مجرباني وعارفه، في ناس انا كنت بطمنها بقول لها الحاجه حضرتك هتاخديها هتجيلك، اولا من ناحيه النظافه هي متعقمه، المندوب اللي بيروح بيبقى لابس كمامه مظبط الدنيا. تمام. بقول لها ما تسلميش الفلوس للمندوب غير لما تشوفي المنتج كويس، المقاس بالظبط زي ما انت عايزه، الخامه زي ما انت عايزه، الصوره زي ما انت ما شفتيها على الكمبيوتر او على اللاب، نفس زي ما انت شفتيها في الصفحه، تمام، غير كده رجعها لي. وبصراحه الحمد لله، يعني ما جاليش اي كومنت خالص على حاجتي ولا على الاسعار، بالعكس الناس كلها بتتكلم الاسعار بتاعتي كويسه جدا، ان الخامات كويسه. فالحمد لله بدا بقى كمان موضوع ازمه كورونا ان هو يفيدني في كده، ان الناس حتى اللي كانت خايفه تجرب جربت، فبالتالي عرفتك، فبالتالي الموضوع بدا يعني ايه خلاص يبقى فيه مصداقيه ويتوسع اكتر. يعني كله بيتواصل مع حضرتك ان هو شاف الخامه كويسه والمنتج كويس. تمام. وانا قايله لهم لو في اي حاجه حتى بعد ما اتغسل وانت لقيت ان في المنتج ده فيه مشكله، ده بتاعي، فالناس خلاص تبقى واخده خلاص. هي اكيد هي واثقه من الحاجه، عشان كده كده طبعا. لا انا ببقى عارفه انا بعت الحاجه، يعني انا عارفه، يعني انا نفسي لما بلاقي حاجه مش عاجباني او مش نفس العرض بتاعها او الخامه فيها ممكن، لا انا نفسي بقول لهم انا مش هجيبها، او لو اضطريت اجيبها بقول لها انا جبتها بس هي مش عاجباني، انا هبعتها لك تشوفيها، عجبتك تمام، ما عجبتكيش رجعي لي، بس انا عن نفسي انا مش مقتنعه بيها. طبعا حضرتك شايفه ان شغل اونلاين فيه استفاده كتير؟ اولا بصي، استفدت ان انا بقى ليا علاقات كتير، هي دي ممكن النقطه الوحيده. بقى فيها علاقات. طبعا المحل كان اتقفل 3 شهور بتوع الكورونا، فكانت هتبقى خساره جامده ان هي تبقى من كله. بدا لا يبقى فيه بقى، لما جينا نرجع لا بقى فيه دعايه اكتر للمحل، خلاص الناس حتى اللي بيبقى عندها اطفال اصلا وصعبه تنزل، حتى غير الكورونا ان بيبقى فيه لو انت معاكي طفلين 3 بيبقى صعب ان انت تنزلي وتلفي بيهم وتشتري وتتفرجي جدا. لا خلاص بقى الموضوع يعني بقى الموضوع بالنسبه لهم اصلا، انت حتى ان انا بتعامل معاهم ان لو في منتجين هم عاجبيني بس انت محتاره بينهم، انا ببعت لها الاثنين، بقول لها انا هبعت لك الاثنين تشوفي مع الطبيعه وتشوفي الشكل هيبقى لايق على ابنك او بنتك. طب ده كويس. تمام. ده مفيش حد بيختار يحصل له الموضوع ده خالص. لا يعني هو الحمد لله انا بعامل ربنا في الموضوع، انا ببقى عايزه ان هي بعتلي الفلوس ربنا بيبارك لي فيها، تبقى هي مسابحه في الفلوس اللي جات لي. طبعا ده اساسي. فالحمد لله الواحد استفاد، حب الناس، ثقته فيهم. كفايه طبعا الناس، انت لما بتقدمي لها الحاجه لحد عندها بتبقى مبسوطه، كفايه الدعاء اللي انت بتسمعيه طبعا، ده لوحده بصراحه كفايه. اكيد هو حب الناس ده نعمه. الحمد لله ربنا يديمه علينا يا رب. والمصداقيه كمان، ده اهم حاجه المصداقيه في الشغل بتاع حضرتك. الحمد لله. طب لو مثلا لو في حاجه طلعت مثلا مش مناسبه، يعني هي قالت لك انا وزني كذا وطولي كذا وحضرتك بعت لها المنتج، بس بعد ما جت قاسته لقيت، هي بتقول لي يا هند برده في النقطه اللي هي انا بقول لها دي حاجتي. بتعمل بس انا ببقى عامله حسابي، انا ببقى عامله حسابي وعارفه ان انا طالما قلت لك انا بعت لك الحاجه مقاسك هي بتبقى مقاسك، بتبقى في حصل اي حاجه ان هي ممكن، ما هي ممكن تكون مقاسك بس مش حلوه عليكي او ما طلعتش لايقه عليكي زي ما انت متخيله بالظبط. لا خلاص ما تاخديش حاجه انت مش مقتنعه بيها،
طالما الحاجه انت لابساها مش مقتنعه بيها ومش حاساها رجعيها لي، اصل هي لو ما خدتهاش غيرها هياخدها، بس هتبقي كسبتي اولا كسبتي عميله معاكي، وفي نفس الوقت انت كسبتي ان محدش ضاع عليكي وخد الحاجه وهو مش مقتنع بيها. حاجه اسمها مصاريف شحن. بصي انا كنت عاملاها في الفتره بتاعت ازمه الكورونا 3 شهور، بصراحه انا كنت شايفه ان الناس كلها متضرره، بس الناس مضطره حتى اللي عندهم اولاد جسمهم بيتغير، واحنا كنا خارجين من شتاء لصيف، فانا كنت عايزه اخفف عنهم الضغط شويه، فكنت عامله في يعني في المحيط القريب من اننا ان هي الشحن مجانا، يعني كنت بتعمل ومش جنب اللي هو عمارتين ثلاثه، لا يعني انت معاكي يعني مش عايزه اقول اسامي مش عارفه ده ينفع يعني ولا لا، محطتين ثلاثه كده مثلا يعني يعني حاجه زي كده مثلا معاكي، ممكن لا كان بيكلفني ساعات مشوار ساعه يعني تكون بعيده عني ساعه، بس هي بتقولي ايه يعني كفايه ان انا فرحتها ان هي جابت حاجه لابنها نفسها فيها، وخصوصا ان كلنا كنا يعني الازمه كانت على الكل طبعا، فلما هنشيل بعض في الفتره دي بالعكس انت عملتي زبونه بعد كده، لكن طبعا الاماكن البعيده جدا وهضطر بقى يبقى في فعلا المندوب يجي ويغرم والكلام ده كله، فكنت بس ببقى عامله مصاريف شحن بسيطه هي يعني ايه، وببقى معرفاهم بقى مثلا لو الحاجه اتاكدي ان انت تمام، اتاكدي من المقاس اللي بتقوله لي وعايزاه، عشان لما هيروح لك انت ما تتدبسيش في مصاريف شحن وانت مش تاخدي حاجه. وبرده كنت عامله لهم عرض ان اللي بيبقى طالب كذا حاجه والفاتوره مثلا يعني كويسه وهو طالب بقى من عندي كذا حاجه، كنت بقدم لهم برده الشحن هديه، ما باخدش منهم شحن. حضرتك ليكي مندوبين بقى في المحافظات يعني ممكن في اسكندريه، اسماعيليه، السويس؟ بصي هو كان يعني من فتره قريبه كنت شغاله على القاهره والجيزه بس بس بدات يعني الحمد لله برضو يبقى في توسع شويه، يعني ان شاء الله يبقى في اكتر واكتر، يعني اتمنى زي اكيد ثقه الناس وحب الناس فيكي، فكل هيبقى طالب منتجات حضرتك. تمام ان شاء الله باذن الله يا رب. هو ايه حضرتك نوع الشغل اللي بتعرضيه على السوشيال ميديا؟ طبعا ملابس الاطفال ده اساسي، سواء خروج سواء بيتي، الهوم وير طبعا لو في عروسه التجهيز للعرايس والحاجات دي كلها، ملابس بقى خروج، يعني يعتبر منوعه لكله، يعني عشان انت تبقي داخله خلاص مثلا انت هتجيبي من مكان لا كله شباب كله. وبنات وكله، عشان انت لو امه هتدخل هتجيب حاجه ليها فهتجيب حاجه ليها هي واولادها وزوجها، خلاص تبقى هي على الاقل يعني مصاريف شحن واحده، مندوب واحد، ما تبقاش مشتته نفسها في كل المنتجات. ده غير طبعا في المحل اصلا كنت برضه كان في طرح وكان في اكسسوارات ميك اب الحاجات دي، بس طبعا يعني ما بقت الازمه بس على فكره برضه لما المحل حضرتك بتاع حضرتك اتقفل 3 شهور بسبب ازمه كورونا، يعني برضو مجهود جبار من حضرتك اللي انت ما استسلمتيش وقفلتي بالظبط، واضطريت الم الحاجه كلها تاني من المحل بالظبط. فطبعا حضرتك برضو شغلتي نفسك وانت في البيت. طيب بالنبذ بقى الجوده والمصداقيه اللي بتوصل للعميل، الحمد لله لحد دلوقتي انا ما جاليش، يعني في ناس يا استاذه ايه بنتصل بيها وبتجيب لنا المنتجات ولكن للاسف بتطلع ما تبقاش نفس الحاجه اللي شفتيها. لا بيبقى يعني حصلت معايا في رمضان ان جالي المنتج غير، انا كنت الاول بيبقى سهل ان انا انزل اشوف الحاجه قدام عينيا، بس طبعا الفتره دي برده كان النزول مش قوي، فكنت بضطر ان الحاجه تجيلي، فلما كنت بلاقي ان حاجه صورتها مختلفه عن الصوره اللي محطوطه في الشكل على الطبيعه انا كنت بطلعها واصورها للعميله على الطبيعه اقول لها بصي هو جه بس شكله كده. بس نسرين من القاهره. تمام. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضراتكم. اهلا بالاستاذه. اهلا وسهلا بيك يا استاذه. اهلا بيك يا استاذه، شرفت عينا حضرتك. مع حضرتك استاذه انا امنيه، اتفضلي يا فندم. والله انا تعاملت معاها، هي ما شاء الله عليها في حاجاتها، الحاجات خامتها كلها جميله جدا، ولو ما كانش الخامه كويسه كانت تبلغني تقول لي الحاجه جت بس الخامه مش كويسه فانا مش هقدر اجيبها لك، ولو جه الاوردر بتاعنا مختلف عن الصور اللي هي صورتها لنا برضو نفس الموضوع، فهي ما شاء الله عندها امانه في كل شيء. دي نقطه. التعامل معاها مريح جدا بصراحه، يعني الخامات تحفه والاسعار حلوه جدا، وبتجيب لي الحاجه بتوصلها لي لحد البيت، انا ما شفتش ده مع ناس كتير، هم ناس عندهم امانه جدا، فده شيء بيريحني جدا جدا. دي شهاده كبيره بقى. دي شهاده كبيره. الحمد لله. عميله تتصل بحضرتك وتقول على المنتجات. شكرا جدا. شكرا جدا استاذه لحضرتك. شكرا. حضرتك وجهه نظرك ايه في الشغل اونلاين؟ وخصوصا هو بأساس يعني في حياتنا على المشاكل الزوجيه طبعا حضرتك بتزودي دخل اكيد. اكيد طبعا، خصوصا في اطفال والكلام ده كله، فاكيد يعني هو
الحياه بقت صعبه، فهو لازم الواحد يعني يجتهد ويحاول يعمل حاجه عشان ولادنا والكلام ده كله. فاكيد طبعا فارق معايا، وخصوصا في الفتره اللي ما كانش فيها شغل، وكلنا يعتبر كنا قاعدين من اشغالنا، ومعظمنا ما كانش بياخد مرتباته، يعني معظم الناس كانت لازم تفكر في حاجه. فهو اللي فادني ان هو كان كده انا كنت بادئه فيه من بدري، فاجتهدت بقى فيه اكتر يعني. قدرت تعرفي ناس، قدرت اللي هو عاوز حاجه يطلبها وهو قاعد في بيته. تمام. يعني الحمد لله. انا بقى في ناس بتبعت لي حتى لو انا مش معروضه دلوقتي على الصفحه، مش عارضه الحاجه دي، بس هم عشان عارفين ان انا لما هجيب الحاجه هتبقى اسعارها مختلفه عن كله والخامه وكله، فلاقيهم يبعت لي احنا عايزين ده دورنا عليه. حتى لو مش عندي يعني لو انا مش عارضه بس دورنا عليه خلاص. تمام. هم عارفين، هم جربوا انا اتعامل معايا ازاي والاسعار. انا بصراحه كله يعني هو يعني هم حتى ممكن تقولي ايه يعني المفروض ما قالولكيش ان اسعارك كويسه عشان انت حتى ما يعني ما تزوديش يعني الكلام ده. فلا خلاص يعني بلاقيهم هم لا بس ما شاء الله يقولي يعني الاسعار يعني كويسه جدا، اسعار يعني اسعارك حلوه جدا ما بلاقيش زيها بره. فبقول برده الحمد لله، يعني دي برده اتعلمتها من والدتي، ان انت ما يعني خليكي بسيطه. انت لما هتكسبي في حاجه قليله ربنا هيبارك لك فيها. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا صباح الخير عليكم جميعا. صباح النور يا استاذه. انا مبسوطه جدا لما شفت بصراحه مدام امنيه، وقلت لا لازم اكلمكم اولا اصبح عليكم. ثانيا فعلا يعني انا اتعاملت كتير مع بيجات على الفيسبوك والشير اونلاين، ما اتعاملتش مع حد زيها بصراحه، في المصداقية، الأمانة، الذوق، في كل حاجة من أول اختيار المنتج لحد ما بيوصل لحد البيت. جميل. مش سهل أبدا إنك تلاقي حد بيقولك لو ما عجبكش حاجة رجعها. أكيد. لا حاجات كتير بصراحة في يعني أنا ما شفتش بيت فيها منتجات أولا بالمصداقية دي، ثانيا الحاجة بتجيلي بالطريقة والأسلوب ده بصراحة. بصراحة هي كانت لسه بتتكلم في النقطة ديت، وإحنا بنقدر استاذة أمنية على الأمانة. الحمد لله. شكرا استاذة أمنية. فاضل 3 دقايق على الحلقة، حابين بس حضرتك تقولي لنا ايه الخطوات اللي يعني حضرتك مرتباها في الفترة الجاية. يعني انا بحاول دلوقتي ان انا اتعرف على اماكن اكتر، على اساس ان انا يبقى عندي برضو موديلات اكتر، ابقى برضو جميع الاطراف وجميع الاذواق. ان انا بحاول ان انا ادور لو لقيت برضو اماكن يبقى السعر يعني بسيط عن كده، علشان برضو الناس كلها تبقى جايبه حاجه جميله وفي نفس الوقت ما تبقاش عبء عليها. فبحاول اسعى في الموضوع ده ان انا اوسع الدنيا شويه كموديلات، واشوف اسعار افضل واسعار احسن. وان انا برضو المشكله في الفتره دي ان شركات الشحن او المندوب تبقى الاسعار ما بين المحافظات عاليه شويه. بحاول اسعى ان انا اشوف حد تكون اسعاره برضو افضل، يعني عشان يبقى اللي طالب منك الحاجه خلاص هو طالب وهو مش متضرر في حاجه، يبقى بيطلب وهو يعني راضي ومرتاح. ايه النصيحه اللي حضرتك تقدمها للمشاهدين او لاي شخص يجي له المنتج بتاعه؟ قبل ما تدفع فلوسك، لان كلنا فعلا اتلسعنا في الموضوع ده كتير، افتح المنتج. ومش عيب ان انت تقول له، حتى لو صاحب الحاجه دي ما عرضش عليك ان هو تشوفها الاول، لا استلم حاجتك، اتاكد كويس جدا من المقاس، اتاكد من الخامه اللي انت عايزها، اتاكد ان هو ده اللي انت عايزه. ولو ما عجبتكش ما تاخدش حاجه انت مش مقتنع بيها. بصراحه هي بتخسرنا شويه، بس مش مشكله، يعني هي كل رزق بيجي في وقته. بس اهم حاجه ان انت تبقى واخد الحاجه وانت مرضي عنها. فبالتالي انت لما هتبقى مخرج الفلوس لينا، انت هتبقى من جوه انت مسامح في الفلوس دي، حتى لو الوفات فانت هتبقى مسامح فيها. استاذه امنيه اتشرفنا بحضرتك وبنعتذر جدا. لا انا اتشرفت جدا بحضرتك استاذه امنيه، وان شاء الله مشاهدينا الكرام يتابعوا حضرتك على البيج بتاع حضرتك سندريلا ستور، وان شاء الله يكون في تفاعل اكتر من كده باذن الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا جدا يا استاذه امنيه. شرف ليا. شكرا جدا ليكي استاذه امنيه. انتظرونا في حلقه جديده من برنامج اسرار حياه.